زوجو العرف فيها، هل هو اللي نقولوا عليه بالفاتحه برك؟ جوستومون وي، هذه هي لا كيستيون اللي بوزيوها الناس، يقول لك زواج العرفي يتم بالفاتحه فقط. هذاك ماشي زواج عرفي، يختلطون بين الزواج العرفي والخطبه اللي يكون فيها يقراوا المعروف في الفاتحه، هذيك يتلاقاو الرجال فوالا. هذيك ماهوش زواج، هذاك يقدر يكون خطبه قراو فيها فاتحه برك، بصح الزواج العرفي قلت لك لازم يكونوا فيه شروط. هادو الربعه لو ميم نفس الشروط اللي لازم يكون فيهم زواج عادي، الوالي يكون حاضر، الشاهدين يكونوا حاضرين، المهر وزيد الرضا هو الاول، هو الركن الاولاني، رضا الطرفين، هادو لازم يكونوا كاينين. حاجه وحده اللي ما لازمش تكون ما ندارتش هو التسجيل، كيما جات في الـ في الـ في الـ في الكوفيد كانت كاينه قوة قاهرة، ما قدروش الناس ياك حبسوا، ما قدروا الناس كانت تتزوج بالزواج عرفي، كلش مغلوق. هذوك المناطق النائية اللي ما يقدروش يروحوا يماركيو يتزوجوا بالزواج العرفي، فهمتيني؟ مي لازم يكونوا هاد الشروط الربعة باش المشرع الجزائري والقانون يقدر يثبته لك في المحكمة. داكو.